الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا ونختم النهاردة بنعمة ربنا سفر التثنية. نقول من الأول سفر التثنية كتبوا موسى النبي في سن 120 على مشارف خروجه من الجسد نهاية عمره بعد ما عرف ساعته، وهو سفر الوداع، كأنه أب بيودع أولاده، ففي عظات وداعية بيراجع معهم الشريعة، بيراجع معهم قصة الخروج وعمل الله، وبعدين بيصلوا مع بعض يبارك ربنا أو يرفع المجد والكرامة أن ربنا حفظ الشعب السنين دي كلها ويديهم التوصيات كأب ويطلع الجبل يموت. فاحنا في 33-26 بعد ما وزع البركة على الأصباط بأسمائهم كدعاوي، يعني بيقولها دعوة لكل واحد فيهم، رجع يسبح تاني يقول ليس مثل الله يا يشعرون، ما فيش زيك يا رب. ويشعرون يعني المحبوبون أو الشعب المختار، يعني بيقول لشعب ربنا ما فيش زي ربنا. تعبير جميل قوي مكرر في الكتاب، لا إله مثلك، ليس مثلك يا رب. وميخائيل يعني مثل الله، من مثل الله؟ فكأن رئيس الملائكة ميخائيل أول رسالة بيقولها لنا دائما ما فيش حد زي ربنا، ربنا حلو قوي في كل حاجة. فهنا مع نهاية عمره بيبص للسماء وبيقول له ليس مثلك يا رب. ويا يشعرون يعني يا محبوبون يا أولاد ربنا، ادركوا هذا الإدراك، تأملوا في هذه الحقيقة، إن اللي معانا غير اللي علينا، وإن إلهنا أطيب إلهه والإله الحقيقي الوحيد، والباقي ده كله مش آلهة، وإنه أب وراعي وعريس وكل حاجة حلو. يركب السماء في معونتك، يعني مفيش حد يجري كده على معونة عبيده زي ربنا. والغمام في عظمته، يعني على قد ما عظيم جدا يسمو على السماوات والغمام، على قد ما يجري بسرعة ينقذ ولاده ويتدخل. الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية من تحت، يعني زي ما شفنا مع كل اللي قبلنا نشوفه معانا ومع اللي بعدنا يفضل شايلنا على دراعاته. فطرد من قدامك العدو وقال أهلك، فيسكن إسرائيل آمنا وحده. يعني في النهاية كل أولاد ربنا يبقوا في السماء خلاص في أمان، نوصل بقى الحياة الأبدية، فيش بقى أعداء تاني ولا شياطين ولا حروب ولا متاعب ولا أمراض ولا موت ولا، في أمان، كلنا رايحين في اتجاهه. في الدنيا دي ما فيش أمان، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ربنا بيقودنا في موكب نصرته نوصل للسماء حيث الأمان. فيقول يسكن، يسكن هنا بقى على المسكن الأبدي، يسكن إسرائيل آمنا وحده، تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر. عين يعقوب يعني شهوة إسرائيل، الأرض اللي فيها حنطة وخمر. قلنا قبل كده أن الحنطة والخمر هي مفردات الحياة الكريمة أو المستقر. حنطة يعني عيش، وخمر يعني مشروب فرح، مشروب الأعياد بالنسبة لهم والحصاد والغنى. والحنطة والخمر بالنسبة لنا هما الخبز والخمر، هما جسد المسيح ودم، وإشارة إلى كده. فعين يعقوب يعني عين الكنيسة كلها على الاتحاد بالمسيح، عين يعقوب يعني عين الكنيسة مركزة على شهوة الإفخارستي، كل شعب الله يشتهي أنه يأكل جسد ويشرب دم. وسماؤه تقطر ندى، يعني في الوقت اللي بنتغذى على خبز الحياة بناكل المسيح ونلتصق به، السماء بتنزل علينا الندى، يعني بنمتلئ بالروح القدس، يعني في تعزيات، في مشاعر مقدسة، في نقاوة، في مية نظيفة داخلة جوانا كده مع خبز الحياة. طوباك يا إسرائيل، ده موسى اللي بيقول للشعب كده قبل ما يودعهم، يا بختكوا على فكرة، يا بختكوا بإلهكوا، يا بختكوا ان انتوا بتعبدوا ربنا، يا بختكوا ان انتوا عارفينه، شعوب كتيرة ما تعرفوش.
طوباك يا إسرائيل من مثلك يا شعبا منصورا. بعد ما قال من مثلك يا رب رجع قال من مثل شعبك. يعني قد ما ربنا عظيم قد ما شعبه كمان ما فيش زيه. الشعب اللي كله قديسين وكله حب لله وكله نقاوة، والشعب اللي بيجتهد أنه يلتزم بالوصية، والشعب اللي يحب الصلاة. واحد لما يشوف سهرات كياهكو كل سنة وانتو طيبين يقول من شعب من مثلك يا شعبا منصور. مين شعوب في الأرض تسهر طول الليل عشان تسبح إلهها بحب بعشق بدون فريضة بدون ضغط بدون أي نوع من يعني الالتزام الأعمى؟ لا، ده حب. الشعب جاي يسهر في الكنيسة بحب. الكنيسة مش بتحرم ولاد، اللي عاوز يجي يجي، اللي مش عاوز يجي ما يجيش. لكن تلاقي شباب كتير وشعب كتير وجاي في الشتاء وبيسهر. من مثلك يا شعبا منصور. يبقى شعب الله شعب منتصر، لأنه عارف أدوات النصر: الصلاة والإنجيل والشكر والتسبيح والرحمة والخير. منصورا بالرب ترس عونك وسيف عظمتك. يعني أنت منتصر دايما بإلهك. يعني مش بنقول شعب معفي من التجارب أو الضيقات، لا، زي أي شعب يتخبط في الدنيا بس يرفع رأسه، دائما ينتصر بإلهه. لأنه إيه ميزة المسيحي عن غيره؟ هل هو معفى من الأمراض والأحداث والأزمات والمشاكل؟ لا، مش معفى، إنما هو عنده انتصار مختلف، إنه ربنا معاه. فيبقى هو طعم المشاكل مختلف، والأزمات بيعديها بطريقة تانية، بيرفع رأسه بيبص على السماء وماسك في إلهه بتعدي. ترس عونك وسيف عظمتك فيتذلل لك أعداؤك. يعني طبعا رحلة 40 سنة في البرية، موسى شاف قد إيه شعوب أكبر منه وأقوى من شعبه بكتير، من بداية من فرعون نفسه، تذللوا أمام شعب الله البسيط. فبيقول دايما هيتذلل لك أعداؤك. طبعا يشوع هيكمل بعد كده، لكن موسى قابل عماليق وقابل قبلها فرعون وبعدها المؤابيين والعمونيين، وكل الشعوب دي كانت أقوى منه، لكن تذللوا أمامه. وأنت تطأ مرتفعاتهم، يعني أنت تدوس على مرتفعات الأوثان وتحطم كبرياء الأشرار، وأظل الله وحده له كل المجد. آخر إصحاح 34 من سفر التثنية أو من التوراة ككل. تعرفين تقال توراة على تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، فده آخر كتاب في التوراة، والبعض بيعتبره أهم كتاب عند اليهود، وطبعا عندنا له اعتبار خاص. والمسيح له المجد استخدم آيات كتير من التوراة، بالذات من سفر التثنية. فبيقول آخر إصحاح: وصعد موسى من عربات مؤاب. عربات مؤاب دي منطقة، كلمة عربات مش عربيات، دي منطقة. ومؤاب قلنا البر الثاني من الأردن، يعني مسافة يعدوا الأردن يبقوا في كنعان. خلاص كنعان اللي بقالهم 40 سنة عاوزين يدخلوها، فهو خلاص ربنا قال له أنت مش هتدخل، يشوع هياخد الناس ويدخله، لكن هفرجك. فهو صعد إلى الجبل المشرف تحت منه الأردن، نهر الأردن، ومسافة نظره خلاص يشوف أرض كنعان، إلى جبل نبو. الجبل ده مازال موجود، وده جبل له كرامة كده في الأردن، لأن ده المكان اللي يعتقد دفن فيه موسى، حتى لو مش عارفين فين في الجبل بالضبط. إلى رأس الفسجة. الفسجة دي منطقة زي سهل كده مع الجبل عالي، لكن في حتة واطية شوية، دي المنطقة اللي وقف فيها. الذي قبالة أريح، يعني مسافة النظر من عبر الأردن يشوف أول بلد في كنعان اسمها أريح. فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان. كأنه شاف خريطة كنعان كلها، لأنه عالي في منطقة عالية قوي، ففرجوا بقى على إيه يعني على قد ما يجيب نظره. وبعض الآباء بيقول غالبا هنا أراه كأنه خدوا سياحة في كنعان، يعني مش مجرد نظر العين، لا، مش بعيد يكون الروح القدس كده إيه يعني خدوا يفرجوا، لأنه مش ممكن حد يتفرج من جلعاد لغاية دان بعنيه، ما تجيش دي بلاد.
لكن كأن ربنا بيقول له أنت كان نفسك تدخل كنعان، تعال فرجك على كنعان دي. في الآخر دي أرض يا موسى، إحنا بنتكلم عن بعض في السماء، إحنا خلاص أنت قعدت معايا في الجبل وشفت الملائكة وشفت العز، فيعني الأرض مهما كانت أرض أفرجك على اللي هياخدوه ولادك عشان تطمن عليهم. كلمة أراه من فوق الجبل هي دي اللي عبر عنها الآباء، إنه ربنا لما بيرفعنا بالصلاة والصوم بيفرجنا على السماء، بيقول لنا ما تخليكم معايا في السماء، فرجوا على الميراث الأبدي اللي مستنيكوا بكرة. ده إيه بقى؟ فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنسة، دي كل ده توزيع الأصباط بعد كده، وبيكلم على اعتبار السنوات اللي بعدها لما توزعت الأراضي فبقت منسوبة للأصباط. في الوقت ده ما كانش ليها الأسماء دي، لكن بعد كده اللي بيقروا عارفين فين أرض نفتالي وأرض إفرايم وأرض منسة وكل أرض بالكيلومترات يعني، وبالتالي هو كل ده كان بيتفرج عليه قبل توزيعه. طبعا ربنا له كل المجد يخبر عبيده ما ينبغي أن يكون. اللي يقرب منه قوي يبتدي يشرح له أو يفرجه على أسرار في المستقبل. ربنا بيشرح للقديسين أسرار من محبته لأولاده، فموسى كأنه شاف مستقبل الشعب نفسه، ولاده هيورثوا الأراضي الغنية دي، وفي الأراضي دي كلها هيولد المسيح له كل المجد في يوم من الأيام، وهكذا. وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنسة وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي. أرض يهوذا دي ناحية الجنوب اللي فيها أورشليم بقى وينبها، والجنوب والدائرة بقعة أريحة مدينة النخل إلى صوغر. صوغر دي عند البحر الميت، اللي الحتة اللي هرب ليها لوط زمان مع بناته لما اتحرقت سدوم وعمورة. وقال له الرب، خلاص دلوقتي مستفرد بيه بقى، طلع موسى على الجبل خلصنا خلاص كلام مع الناس، والناس طبعا أنا مش متخيل الوداع كان شكله إيه، لأنه قال لهم أنا ماشي ومش هتشوفوني تاني، زي ما بولس ودع ولاده في أفسس في أعمال 20 قال لهم لا ترون وجهي بعد، فكانت مناحة. فموسى بعد 40 سنة كانت أصعب، الشعب ده مرتبط بيه جدا وشاف على أيديه كل العز والمعجزات، ومسنود على إيمان موسى، مسنود على شفاعته، فهم عارفين المرة دي طالع الجبل لوحده، مصر يطلع لوحده. قبل كده كان بياخد يشوع، كان بياخد يعني هارون في وقت، مرة دي طالع لوحده خالص، وقال لهم خلاص مش هنزل تاني. فكان أكيد وداع مؤثر جدا، ومع هذا موسى يعني غلب مشاعره وكان مركز مع ربنا. قال له الرب هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها. وهو بيفرجوا على كنعان قال له بص بقى، هي دي الأرض اللي أنا زمان وعدت جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مهما تأخرت وعود الله فهي أمينة وصادقة. يعني لما ربنا قال لأبونا إبراهيم الأرض دي هتبقى بتاعتك، وكان ساكن في كنعان أبونا إبراهيم زمان، قعد في الصحراء دي كتير، قال له هديك الأرض دي كلها ليك ولولادك، ولا شاف حاجة، ولا إسحاق شاف، ولا يعقوب شاف، ولا يوسف شاف، ولا طب وإيه الوعد بطل؟ لا، الوعد ما يبطلش، الوعد يستمر لغاية ما يتحقق في أوانه. ساعات نستعوق ربنا، نحس إن ربنا إيه ما مش بتعمل اللي أنت قلته ليه، بيعمل بس بطريقته وفي وقته، حساباته دايما تطلع مختلف. بدل ما يدخلوا مثلا 12 واحد 70 واحد، دخلوها 600 ألف عيلة، فحسبة ربنا أحلى. وبدل ما يدخلوا يبقى عيلة صغيرة في كنعان، هم خدوا الأرض كلها ورسوها كلها، وكان قبلها أمجاد عبور البحر ومعجزات ملهاش آخر. إذن ربنا في ترتيبات خاصة لكل حاجة بيقولها، وربنا يوم عنده زي ألف سنة وألف سنة زيهم، فإحنا نقول ده عدى كذا يوم، معلش وماله، عند ربنا ما فيش مشكلة في الوقت. لنسلك أعطي قد أريتك إياها بعينيك. يعني أنت عاوز إيه موسى؟ عاوز تأكل يعني؟
أكيد موسى ما عادش بتاع أكل، ده راجل صوام، ده كذا 40 يوم يصومهم. فتفتكروا موسى نفسه يأكل من أكل كنعان؟ أكيد دي مش شغلة. عاوز إيه تاني؟ عاوز تنام في حتة كويسة؟ ينام إيه؟ ما كانش بينام في خدمته. طب أنت عاوز إيه يا موسى؟ قال له أنا مش عاوز غيرك يا رب، أنا عاوزك أنت. قال له خلاص، أديني فرقتك بعينيك على اللي هيخدوه أولادك. قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. بس أنا متفق معاك أن العبور ده مش بتاعك. بعض الآباء قالوا كان ربنا مصر على الحقيقة دي رغم مكانة موسى عنده، عشان ما يبقاش موسى ممثل الناموس يكفي لدخول السماء. وهو العبور الأخير ده معناه إيه؟ دخول الراحة، خلاص نهاية القصة بالنسبة لهم. فلو موسى خدهم ودخلهم ووصلهم للنهاية، كأن موسى بشخصيته بمنهجه كممثل للشريعة والناموس يكفي للوصول لكنعان. ربنا قصد ان المعنى ده يبقى واضح، ان موسى ما يكفيش، ان الناموس ما يكفيش. ناموس يأدبنا بكده يزبطنا في السكة، لكن مش هو. لازم الخلاص يجي على يد ربنا يسوع، والمقابل له في العهد القديم يشوع. يشوع ويسوع نفس المعنى في العبري، الشين والسين نفس النطق عندهم أو نفس الكلمة يعني. فعشان كده يبقى الخلاص يكتمل في يشوع، كإشارة إن ربنا يسوع هو اللي يدخلنا السماء. فقال له لكنك إلى هناك لا تعبر. يبقى بعض الشهوات اللي في قلب الإنسان ربنا ممكن يقول له مش مهمة، دي بالذات مش مناسبة ليك يا موسى. موسى في وقت كان نفسه يدخل كنعان طبعا، لكن قال له بلاش دي، هديك أكتر منها، هديك السماء، وانت خدت اللي ما حدش خده. ولسه هيقول له ما كانش في حد زيك يا موسى يتكلم معايا وجها لوجه، كانش في حد واصل في الأجيال دي كلها لمستوى الصداقة مع الله، وده أعلى من 100 كنعان يعني. فمات هناك موسى عبد الرب. والعجيب أن الوحي استخدم كلمة مات موسى عبد الرب. طب إيه قيمة الكلمة دي؟ بولس الرسول في العبرانيين يعمل عليها موضوع. ليه؟ لأن لما المسيحية بدأت تنتشر وسط اليهود، اليهود متمسكين بموسى، يعتزوا بموسى جدا، موسى ده كليم الله، موسى ده رئيس الأنبياء، موسى ده المخلص بتاعهم. فالمسيح له المجد كان قايل أنه يعني موسى هو اللي بيشهد لي. إنما بولس جاب بقى كلمة عبد الرب، قاله بص الفرق، موسى كان أمين كعبد، إنما المسيح صاحب البيت، ابن البيت، مش عبد. فأنتوا بتقارنوا مين بمين؟ فبولس عمل كده في العبرانيين، خد تعبير الوحي إنه موسى عبد الرب مع كل العظمة دي، هو عبد لكنه عبد أمين مخلص جدا. فقال موسى كان عبد أمين في بيته، لكن طب المسيح ده صاحب البيت. يبقى ما فيش مجال لمقارنة، المسيح له كل المجد بموسى، المسيح له المجد إله موسى، لكن موسى مهما كانت عظمته كرجل العهد القديم، إنما في الآخر هو كان يشتهي أن يرى المسيح وراءه. مات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب. هو كان قايل له كده أنك أنت هتيجي إيه تكمل أيامك على يعني مشارف كنعان وتموت في الجبل، ورجل الجبال انتهت حياته في الجبال. يعني تستغربوا، هذا الرجل في يوم من الأيام كان عايش في قصر 40 سنة في قصر موسى، وبعدين 40 سنة في البرية مع الغنم، وبعدين 40 سنة ما بين الجبال وما بين الخدمة، جبال خدمة جبال خدمة، وبعدين قلبه في الجبل. قال له نختم القصة بالجبل، أنت عشت في الجبال وكانت شهواتك كلها الاختلاء في الجبال. موسى كان يطلع الجبل ويدخل المغارة وينسى نفسه مع ربنا، ومن فوق الجبل كان كل حاجة، ينزل بالشريعة وينزل وشه منور ويسوق العالم كله من فوق الجبل. وعشان كده في العهد الجديد ربنا يسوع استدعى موسى وإيليا بتوع الجبال على الجبل، على جبل التجلي، عشان يقول لنا كلنا كبشر اصعدوا للجبل، اعلوا شوية، اطلعوا بره الدنيا شوية،
الحكاية مش أكل وشرب ولبس وزيطة وهيصة وكلام. خلينا نقعد مع ربنا، خلينا نطلع بره المعتاد. فربنا قصد أن موسى تختم حياته على غير عادة الأنبياء والملوك، يعني ما نادرا ما نلاقي حد كده، يمكن الوحيد إيليا اللي برضو صعد في مركبة نارية، لكن الباقيين كلهم يا إما قتلوا استشهدوا يا إما ماتوا في بيوتهم، يعني زي داود النبي ما هو مات على سريره، لكن موسى خدوا على الجبل ودفنوا بيته لأنه هو كان قلبه كله في الجبل. وقديسين العهد الجديد كتير منهم كان يشتهي أنه يموت في الجبال من غير ما حد يعرف يعني سكته، وإن كان طبعا المحبين كانوا بيحافظوا على رفاتهم أو أجسادهم من كتر بركتها. يعني مات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه. دفنه مين؟ الرب. ودي بقى ما جاتش في الكتاب خالص غير في موسى. يعني سر من أسرار عظمة موسى النبي أنه دفن بدفنة غير طبيعية. يعني الملوك يدفنوا، يجوا مثلا أنبياء الجيل وولادهم دفن ملوكي، والأبرار يدفنوا دفنة لها تكريم، إنما أن ربنا يدفن واحد من البشر دي حاجة عجب، ده فوق العقل. يمكن اللي خد البركة دي يوسف النجار، أن ربنا يسوع بنفسه هو اللي دفنه في العهد الجديد لأنه كان بمثابة أبوه قدام المجتمع. أما موسى فشبع بهذه الدفنة العجيبة، يعني حتى في التقليد اليهودي يتأملوا إزاي ربنا بنفسه يغمض له عينيه. يعني والبعض يزعم في التقليد اليهودي أنه هو قبله قبلة الوداع، كأن ربنا يعني بيدفنه بدالة، فكانوا يسموها قبلة موسى. يعني يدعو البعض يوم الواحد يمشي يقول له يعني يديك قبلة موسى، يبقى ربنا راضي عنك يعني وانت بتخرج من هذا الجسد. فدفنه في الجواء في أرض مؤاب. يعني إذن موسى دفن خارج كنعان عشان يقول إنه موسى ده مش بتاع الأرض، كان عندي في الأرض، الرجل ده مش بتاع الأرض، الرجل ده مكانه الطبيعي في السماء زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فضلوا عايشين في خيام ليه؟ عشان يقولوا إحنا مش تبع الدنيا دي، ملناش في الدنيا دي نصيب. كانوا أغنياء جدا، كانوا يبنوا لو عاوزين يبنوا مدن، مش يبنوا بلاد كاملة يعني، إنما كانوا يختاروا المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبريها هو الله. خلاص الناس دي أدركت أن في حياة أبدية وفي ملكوت سماء، في أورشليم الجديدة، في نعيم أبدي، في عيشة مع الملائكة، أصبحت هي دي الشهوة الداخلية بالنسبة له. دفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، يعني وش الجبل من ناحية من زاوية من الزوايا، منطقة تذكرهم بذكرى سيئة. فجور أو فغور هي جاية من كلمة فجور، لما الشعب فجر، يعني لأنه من سنوات كان الشعب وقع في الوثنية ومارس الزنا، فربنا سمح بالوباء ياخد منهم حاجة 20,000، فتسمى المكان بيت فجور لأنه كان بيفكرهم بتأديب إلهي شديد على البشاعة اللي وقعوا فيها قبل كده. فكأن المنظر جبل عظيم عليه إنسان عظيم، ربنا له كل المجد بيدفنه بنفسه، وفي المقابل شر عظيم برضه بأسوأ ما فيه. كأن المقابلة دي هي دي واقع الحياة على الأرض، أبرار على أعلى درجة من البر وأشرار على أعلى درجة من الشر، قديسين شبه المسيح في جمالهم وأشرار شبه الشيطان في سوءهم. فده مقابل ده، لأن طبيعة الحياة على الأرض كده، دعوه ميان ميان معا القمح والزوان، لكن هيجي المعاد اللي إيه تاخد القمح والزوان يتحرق بالنار. دفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. مين اللي بيكتب الجزء ده؟ طبعا مش موسى، لأن موسى خلاص، موسى كان بيكتب قبل كده، لكن آخر جزء يظن أن يشوع كتبه، والسطور اللي جاية برضو مش يشوع،
تلاميذ يشوع، والبعض بيقول أليعازار الكاهن حفيد هارون. ليه؟ لأن دي سطور بيقفلوا بها الكتاب. فطبعا بعد ما موسى نام مات، يعني مش هو اللي هيقول موسى مات. فالأباء علمونا من بدري، أباء القديسين، أن يشوع كان بيكتب السطور دي عشان يختم بها هذا الكتاب المقدس يعني. ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. حكمة إلهية أن ربنا يخفي بعض الأمور. يعني مثلا صعود جسد أمنا العذراء، هي برضو ده حكمة إلهية. ليه؟ لأن العذراء ليها مكانة غير كل البشر. ربنا اختارها أنه جسدها ما يقعدش على الأرض عشان كرامة ليه. موسى النبي رجل العهد القديم الأول له كرامة خاصة، فقام ربنا أخفى جسده، دفنه هو على الأرض ما صعدش، لكن أخفى جسده. إيليا النبي له كرامة خاصة، ربنا أصعد جسده. إليشع النبي له كرامة خاصة، جسده أقام ميت. فاكرين الحادثة دي؟ جم ناس يدفنوا، استعجلوا حطوا، رموا على جسد إليشع، الراجل أما مشي أم من الأموال. إذن أجساد القديسين لها كرامة. في القرون الأولى القرن الخامس تقريبا كان في حرب شديدة من الهراطقة على فكرة تكريم أجساد القديسين. اللي يرجع للتاريخ، قاموا بعض الناس اللي بيتفلسفوا رفضوا فكرة رفات القديسين وتكريم الأجساد، واللي دي حاجة موجودة من العهد القديم وفي العهد الجديد واضحة، وفي الكنائس الأرثوذكسية الرسولية من أول يوم تكريم أجساد القديسين ده يعني طقس مرتبط بعقيدة ثابتة. الأجساد دي مقدسة، شالت المسيح يعني وتألمت من أجل المسيح. فلما قامت موجة ضد الأجساد تزعموها بعض الفلاسفة المسيحيين، اترد عليهم إذا كان مثلا واحد زي القديس جيروم من القرن الخامس يقول لهم إذا كان ربنا بنفسه دفن جسد موسى من كتر كرامة هذا الجسد، ازاي انتوا تستقلوا باجساد القديسين؟ ده معناه ان ربنا يعني يتمجد في قديسيه وعارف كرامة الجسد ده اللي تعب معاه. لما بولس يقول انه انا حامل في جسدي سمات الرب يسوع، جراحات الرب يسوع، طب واللي يلمس جسد بولس ده؟ مش ده شايل الام المسيح؟ يبقى كأنه بيلمس المسيح، لانه القديس بولس حتى منه. فنحن نرى في أجساد القديسين بتعبير واحد زي أوريجانوس العلامة أوريجانوس، هد بسوبه، قال كده، قال حين نلمس أجساد القديسين وكأننا نلمس هد بثوبه. فاكرين هد بثوب دي بتاعت حكاية نازفة الدم؟ اقتربت إلى هد بثوبه، قالت له أنا ما استاهلش أوصل لك أنت، لكن أخذ لمسة من جلبيتك. فإحنا بنلمس أجساد القديسين كمان يلمس المسيح اللي سكن فيهم، مش هو تقدسوا به ولا هم بقوا قديسين إزاي؟ فطبعا كرامة الأجساد في الكنيسة القبطية كلكم عارفين، نعمل لها زفة وناخد بركتها وفي أعيادهم نحتفل بيهم. ليه؟ لأن الأجساد دي فيها قوة حقيقية. وحتى يعني في الأديورة معروف لما يكون واحد، ودي حالات مش كتير بس بتحصل، يكون واحد عليه روح شرير أو كده ما يستحملش يقرب من جسد قديس. أنا شفتها بعناية في بعض الأديورة، ما يقدروش يقربوه، يفضل يصرخ ويصوت ويرفص من كتر عظمة قوة أجساد القديسين ورفات القديسين. فأنا بيقول لم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته. يعني هنا الكتاب يؤرخ أن موسى مات 120 سنة لكن بكامل صحته، وكأنه داخل على الموت بمزاجه. واحد عينيه ما دبلتش ونضارته فيه، صحته فيه، حيويته فيه، قال أنت معجزتش ولا إيه؟ ما بيعجزش الراجل ده. لدرجة كتب في المزمور المشهور بتاعه، في مزمور لموسى النبي في سفر المزامير، يقول أيام عمرنا 70 سنة ومع الطاء القوة كده تبقى 80 سنة. طب انت راجل عايش 120 سنة. يقولوا بعض الآباء انه قال الرينج الطبيعي 70-80. طب وما انت عدت 120، قال انا خدت سلف 40 سنة.
بعد 80 خدت 40 كده ايه عشان المأمورية بس. فكأن 40 سنة الأخيرة من عمر موسى ما كانتش حياة جسدية، وكأنها ما كانتش يعني سنين طبيعية. جبروت ده والأربعين يوم اللي يقعدهم في الجبل والسفر الطويل والمناهدة مع شعب عنيف جدا والحروب، ده راجل 100 سنة مين يقدر على الكلام ده كله؟ دي نعمة إلهية. فهنا كتاب أصد يقول لنا أنه لا ذهبت نضارته عنه، يعني فضل وشه منور زي الأول وجسمه صحته طبيعي لدرجة طالع الجبل. انتوا عارفين يعني واحد يطلع الجبل، الواحد بيطلع 3 سلالم بينهك. طب ازاي واحد 120 سنة طالع جبل، وجبل عالي مش جبل بسيط، ومش جبل معبد يعني ما مرصوف، لا ده جبل حجارة، ده عاوز شباب وشباب رياضي عشان يعرف يطلع. ده يؤكد انه يعني قرار موت موسى ده جاي كده بدون يعني مرض، بدون عشان يقول انه مثل هذا الانسان اللي التصق بالله وعينيه شافت المسيح في مجده ووشه نور من كتر اللقاء مع الله، الراجل ده خلاص يعني في نعمة وفي قوة شايلاه، وبالتالي ما كانتش عن ضعف جسد إنما كانه متصالح مع قضية الموت، هيغمض عينه ويموت ربنا ياخد روحه ويدفن جسده باتفاق كده يعني. فطبعا القديسين دول بيعلمونا إن الموت ده حاجة بطلت خلاص تحت رجلينا، مش ما يخوفناش، زي في التسبيحة لما نقول أبطل الموت وأهانه، فالموت بطل، فندخل على الموت بقلب جامد ونقول له يا رب في يديك أستودع روحي، وما نبقاش في خوف منه، لأنه خلاص إحنا دلوقتي داخلين على حياة أخرى، لكن ليس موت لعبيدك. ولم تكل عيناه، طبعا في الظروف دي كانت العينين بتدبل بدري، ما كانش في طب وما وده عيشة في الصحراء، لكن عينيه كانت شايفة، وكأنه برضو من تمتع برؤية الله عينيه ما تدبلش. يعني اللي عاش يتأمل في الإلهيات عينيه لا تكل، العين بتقفل من كتر الشهوات واللخبطة، لكن العين المفتوحة على الأسرار الإلهية تفضل مفتوحة للأبد. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوم. طبعا هم عارفين انه طلع وابتدوا البكاء من تحت لانه هم مش عارفين هيروح فين ويموت امتى. قعدوا 30 يوم عاملين مناحة حسب تعليمات الشريعة، سفر العدد يقول ما تزيدش يوم، اقصى مناحة 30 يوم. هم عملوا الحد الاقصى في وداع مؤثر، قعدوا 30 يوم يعني يبكوا على ابوهم الروحي موسى النبي. فكملت ايام بكاء مناحة موسى، يعني كملوها بالتزام تجاه الراجل اللي خلصهم أو اللي قاد رحلة خلصهم وعلمهم الشريعة وداهم البركة. ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكم. الإصحاح اللي فات هو سلم يشوع، الإصحاحين 3 اللي فاتوا علنا قدام كل الشعب قال لهم يشوع هو اللي ربنا اختار، وحط إيديه على يشوع ونفخ في وش يشوع، رغم أن يشوع مختار من بدري كمان ضمن واحد من رؤساء الشعب، لكن مرة دي خلاص أصبح يشوع هو إيه النبي القادم أو المسؤول عن الشعب. يشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه. يبقى وضع اليد أحبائي ده طقس أبائي كتابي قديم. شوفوا إبراهيم يحط إيده، يعقوب يحط إيده على أولاد يوسف، البركة تتنقل بوضع اليد. عشان كده طقس الرسام عموما لغاية النهاردة الكهنوت لازم وضع يد. وضع اليد ده فيه قوة مع الصلاة، دي ما بتبقاش ايد طبيعية، صحيح ايد ابونا البطرك او ايد ابونا الاسقف، بس بنعتبرها ايد ربنا في اللحظة دي كوكيل الله، تنتقل نعمة من الله الى هذا الشخص اللي بياخد النعمة، نعمة الكهنوت او نعمة رياسة الشعب او نعمة النبوءة في العهد القديم. فهنا يقول وضع موسى عليه يديه، إذن وضع اليد جعل الأمر معلنا وثابتا مستقرا قدام كل الشعب، ده اللي اتحط عليه اليد، يبقى ما حدش يتكلم.
القصة بقى مش مجرد انتخابات ولا ايه آراء الناس ده كويس ولا مش كويس، ده تحط عليه اليد، تحط عليه اليد يبقى يد ربنا، يبقى ده قرار إلهي من خلال موسى النبي. فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. سمعوا له طبعا الشعب وكملوا السنوات الأولى على الأقل أو رحلة حياة يشوع كانت محمولة على قوة موسى. يعني موسى سهل على يشوع المأمورية. ليه؟ لأنه حط المبادئ، ثبت المبادئ، حط خوف ربنا في الناس، عد عليه خبرات كتيرة قوي بقت رصيد ليشوع نفسه. يشوع ما كل اللي بيعد عليه بيبص ورا بيشوف أبوه كان بيعمل إيه ويعمل زي دي. التلمذة الجميلة يشوع كل مشكلة كان يقول يا إله موسى يعني إيه؟ يعني يا رب ما أنت كنت مع أبوي خليك معاي، وكان أبويا بيعمل إيه؟ نعمل زيه. خلاص دي تلمذة. عشان كده نقول كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص اللهم أيضا كن معنا كما كان هكذا يكون، هتبقى معنا زي ما كنت مع اللي قبلنا. عملوا كما أوصى الرب موسى ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. هنا بقى ختام سفر التثنية أو ختام التوراة، تبجيل وتكريم لموسى النبي. ولم يقوم في تاريخ إسرائيل نبي مثل موسى، ده الوحي نفسه بيقول كده، الذي عرفه الرب وجها لوجه. وما أعجب هذه المقولة، لأن مهما حاولنا نفهمها مش هنفهم، لأنه كان في نفس الوقت المقولة الأخرى تقول لا يراني الإنسان ويعيش. طب منين الكتاب يقول محدش يقدر يشوف ربنا ويعيش، ومنين يقول إن موسى كان بيشوف ربنا وجها لوجه؟ يقولوا بقى الآباء الكبار زي غريغوريوس النيسي والنزيانزي والآباء المفسرين إنه ربنا بيسمح للأبرار أن يروا شيء من بصيص مجده، من بهاء مجده، لكن ما يقدروش يشوفوا المجد كله. مقولة لا يراني الإنسان ويعيش يعني لا يمكن المجد الإلهي في بريقه يتحمله إنسان، لكن ربنا يخفي مجده بدرجة عشان يسمح للإنسان يشوف ولو جزء بسيط من مجده عشان يتحمل. ودي بانت في سفر الخروج لما فضل يزن عليه ويقول له أرني مجدك. موسى كان بيزن عاوز أشوف مجدك ويلح، فقال له مش هينفع يا موسى. قال لي معلش عشان، وقعد يلح كده. قال له طب ادخل في نقرة الصخرة وحط إيدي وعدي وانت تبص كده وإيه وتاخد لقطة كده وخلص. فكأنه كان بيحايله عشان يقول له حبيبي ما انت من هتيجي السماء يعني مش هتستحمل، انت لسه ليك رسالة على الأرض وبالتالي ما تقدرش تشوف كل المجد مرة واحدة. لكن ده ما لغاش أن موسى خد هذا اللقب، يكلم الله وجها لوجه. وبتعبير آخر في الخروج يقول كمن يكلم الصديق صديقه. يعني وصلت الدالة زي بتاعت أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم كان يكلم ربنا كخليل الله، خليل اللي هو الصديق الأنتيم، الصديق اللصيق، الصديق القريب زيادة. فتصوروا بقى لما يتقال أبونا إبراهيم صاحب ربنا قوي، إيه العزة ده؟ وموسى كمان كده صديقه قوي، ده حاجة عز. وإليه صديقه قوي، ويوحنا المعمدان بقى صديقه قوي قوي، يا بخته. إذن ربنا ما عندوش مشكلة أنه البشر يصادقوا. ليلة صليبه يقول لتلاميذه أنا بسميكم أصدقائي. كلمة أحبائي اللي جاية في العربي أصلها أصدقائي. أنا دلوقتي بقول لكم أنتوا أصدقائي مش عبيد، لأني بقول لكم كل الأسرار. فالتلاميذ كمان دخلوا في صداقة الله. ما أجمل أن ربنا يعزمنا على صداقته، يقول لنا قربوا احكوا لي وأنا أحكي لكم، صاحبوا معي حكوا معايا واحكي معاكم، قولوا لي اللي مضايقكم وانا اقول لكم بقى اللي شغلني. زي ما كان شغله سدوم وعموره فيقول هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ دول اتنين اصحاب فمش عاوز يخبي. وعشان كده كشف لموسى اللي هيحصل في المستقبل والشعب ده هيعمل ايه، وكشف له مجيء المسيح بعد قرون طويله، كل ده شافه موسى. فبيقول عرفه الرب وجها لوجه. موسى الذي بدأ فرعونا
وبدأ متكبرا وبدأ في طباع صعبة، وصل إلى هذه الدرجة من القداسة من النقاوة. ده يدينا أمل، يدينا رجاء كلنا، إن إحنا مهما كان حياتنا فيها لخبطة معروض علينا القرب من ربنا على أعلى درجة. يعني ربنا ما بيبصش ورا، عاوز اللي قدامه يقرب منه ويتصاحب عليه، وتبقى الحكاية وجها لوجه. وعشان كده يعني في المزمور نقول له إيه؟ قلت أطلبوا وجهي، لوجهك يا رب أتلم ألتمس، لا تحجب وجهك عني. مش بنقول له كده في المزمور؟ خلي وشك قصاد يا رب، خليني أشوفك، أرنا رحمتك، أرني وجهك أو أرني مجدك. في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر، يعني غير أنه هو صداقة الله وجها لوجه بقى، إنما كمان موسى أكتر نبي حصل في زمنه معجزات. تلاحظوا كده؟ يعني أبونا إبراهيم المعجزات في حياته نادرة، داود النبي، هدول الثلاثة المشهورين المعجزات في حياته نادرة، إنما موسى النبي ما تعدش. لو فكرتوا أكتر واحد في الكتاب المقدس مذكور له معجزات بعد رب المجد يسوع موسى النبي. بالكون بقى الضربات دي كلها معجزات، وعبور البحر معجزات، والصخرة معجزات، والمن اللي نازل، والحروب معجزات ملهاش آخر. فعشان كده بيقول في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون، يعني بداية من ضربات فرعون كانت أول معجزات على يد موسى، وبجميع عبيده وكل أرضه، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل. يعني كأنه قسم المعجزات في حياة موسى، ما قبل العبور وما بعد العبور، معجزات اللي حصلت في مصر كضربات، والمعجزات اللي حصلت في البرية من أجل رعاية الشعب وصيانته. تفتكروا لما اليهود راحوا للمسيح مرة قالوا له إيه؟ موسى أعطانا المن، فاكرين؟ بيسوموه، قال لهم مش موسى اللي أعطاكم المن، أبويا اللي اداكم المن، وأباكوا أكلوا المن وإيه؟ وماتوا. أنا بقى هديكوا الخبز اللي ينزل من السماء اللي يأكلوا ما يموتش. ما عجبهمش الكلام، لأنهم عاوزين يأكلوا أكل أرضي مش عاوزين السماء. إنما موسى أبوهم اشتكى منهم، يا ما اشتكى من شعبه موسى، لكن كان بيحب شعبه. موسى تشبه بالمسيح فإنه احتمل الشعب، وأنه بذل نفسه من أجل شعبه، وأنه كان يمارس دور الرعاية، وكان أمين في خدمته، وكان رجل صلاة، وكان ملتزم بالشريعة جدا. وأكتر كلمة تلاقوها في أسفار التوراة قال الرب لموسى، وموسى يقول كما قال الرب. فتلاحظوا أن الرجل عشان كده اسمه كليم الله. كليم الله يعني الرجل ده المتحدث الرسمي باسم ربنا، ما بيعملش حاجة في عيشته غير أقول يا رب، قول يا موسى، يقول يا موسى، وبعدين أرجع أقول يا رب. فرجل موصلاتي من ربنا للناس ومن الناس لربنا، وده الدور الكهنوتي على فكرة. الكاهن فينا المفروض يتمثل بموسى في كده، إنه يسأل ربنا أقول إيه، وبعدين يقول للناس عندكم إيه، ويرجع يقول له يا رب الناس تعبانة، ويفضل كده إيه بينه وبين الشعب، بين الشعب وبين ربنا. موسى النبي شفيع عظيم ومثل رائع جدا للرعاية وللخدمة وللحب الإلهي وللتواضع وللبساطة وللقيادة في أجمل صورها. تلاقوا الفضائل في حياة موسى كثيرة جدا. أي فضيلة تحبوا تدوروا عليها ممكن تلاقوها في شخصية موسى النبي. ربنا ينفعنا بصلواته، ونشكر ربنا اللي ادانا العمر إن احنا نكمل تفسير سفر التثنية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة. ليس مثل الله يا يشورون، يشورون يعني محبوبون، ليس مثل الله يا يشورون. قولوا معايا ليس مثل الله يا يشورون، كمان مرة ليس مثل الله يا يشورون. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي من تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا،
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لك الملك والقوة. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربكم. مرة جاية.